السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخل. دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة، الدورة الأولى المستوى السادس ابتدائي، مادة اللغة العربية. إذا درس معكم مجموعة من الفروض اللي ممكن تلقاوهم في الديسكريبسيون، بزاف ديال الليام، بزاف ديال الروابط ديال الفروض. إلا دخلتوا ليهم غادي تلقاو كنظن الاستفادة اللي كتسارعوا عليها إن شاء الله. اليوم غادي ندير معكم مكون الصرف والتحويل في مادة اللغة العربية. إذا كنت درت معكم مكوني الشكل وكذلك فهم المقروء، اليوم إن شاء الله غادي نديرو مكون الصرف والتحويل وبعده التراكيب ثم الإملاء ثم التعبير الكتابي. إذا مرحبا بكم، وزيدوا دعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. إذا مكون الصرف والتحويل دائما 10 ديال النقاط، إذا كل مكون عليه 10 ديال النقاط. نبداو بالسؤال الأول، أصنف الأفعال التالية وأحدد نوعها. إذا قبل ما نبداو بالإنجاز ديال هذه الأسئلة، إذا كنذكروا بالدرسين اللي قرينا في هذا واحدة، وهما درسي تصريف الفعل الصحيح وتصريف الفعل المعتل. إذا تصريف الفعل الصحيح بالنسبة للفعل السالم، بالنسبة للفعل المثال، وكذلك بالنسبة للفعل الممموز، بينما تصريف الفعل المعتل كنذكروا الأجوف وكذلك المثال. نعم، إذا غادي نحاولوا نبداو الآن بإنجاز الأنشطة أو الأسئلة. سؤال أول، أصنف الأفعال التالية وأحدد نوعها، جوج ديال النقط. إذا عندي أفعال وضع، فتح، بت، عرض، طاف، أمر، وصف، وزار. غادي نصنفهم إلى فعل صحيح وفعل معتل. قبل ما نعرفوا أو قبل ما نصنفوا، غادي نعرفوا شنو هو الفعل الصحيح وشنو هو الفعل المعتل. إذن الفعل الصحيح هو ما كان جميع أحرفه الأصلية صحيحة. إذن ما كان جميع أحرفه الأصلية صحيح، بينما الفعل المعتل وهو ما كانت أحد أحرفه الأصلية حرف علة. ملي كنتكلموا على حروف العلة، هي مجموعة في كلمة واين. إذن الواو والألف والياء هي حروف العلة. إذن نبدأ الآن أن نصنفه. إذن نبدأ بوضع. وضع هو فعل كما نعلم لأنه فعل مثال، إذن فعل معتل مثال، إذن وضع. نعم، لأن كيبدأ بحرف العلة موجود في الأول. وضع، فتح، أدنى فعل صحيح، فتح، فتح. بت، فعل صحيح، بت. نعم، بت فعل صحيح. عرض، فعل كذلك صحيح، عرض، إذن حروفه الأصلية. طاف، أولى من الأفعال المعتلة، إذن طاف. نعم، أمر هو فعل صحيح. وصف فعل مثال أو فعل معتل مثال، إذن وصف. ثم زار فعل فعل معتل، زار. طاف وزار هو فعل أجوف أفعال إذن طاف وزار أجوف، من الأفعال المعتلة الأجوف. علاش؟ لأن في الوسط ديالها أو في الجوف ديالها عندنا حرف العلة. وضع وصف ومن الأفعال المعتلة المثال. إذن فتح، بت، عرض، أمر من الأفعال الصحيحة. وضع، طاف، وصف، زار من الأفعال المعتلة. ندوزو الآن السؤال الثاني عندنا، أحول الجملة التالية إلى المضارع. إذن هذه الجملة هذه غنحولها إلى المضارع، وذلك حسب. حسب ماذا؟ حسب ضمير الجملة. حسب ضمير الجملة، إذن نتكلم على الضمائر. نعم، إذن حسب ضمير الجملة. إذن عندنا أخذ الكتاب من فوق الرف. أخذ من أخذ؟ أخذ هو. إذن هو، إذا بغينا نحولو هذا أخذ غنحولو إلى المضارع. إذن هو فعل يأخذ. يأخذ، نعم، إذن يأخذ الكتاب، الكتاب من فوق الرف. مفهوم؟ إذن أخذ، حولنا الجملة. إذن شنو حولنا؟ حولنا فعل أخذ، حولناه إلى المضارع بطبيعة الحال حسب الضمير، حسب ضمير الجملة. إذن ضمير الجملة هنا أخذ هو. من أخذ؟ هو. إذن هو يأخذ، يأخذ الكتاب من فوق الرف. ندوز الآن إلى السؤال التالي. دائما في إطار تحويل الجمل، إذن أحول الجملة التالية إلى الأمر. هنا كنتكلموا على الأمر. مدت له المساعدة. من مد له المساعدة؟ هي. إذن هي مدت، مدت. إذن هي مدت له المساعدة.
إلا بغينا نحولها إلى الأمر شنو غتولي؟ غتولي مدي له المساعدة، مدي له المساعدة. نعم، إذن هي مدت له المساعدة. هنا غنحولوا الفعل مدت، غنحولوها ضمير أنت، أنت مدي. نعم، مدي له المساعدة. إذن هنايا في هذه الحالة يفكك التضعيف مع بعض الضمائر. دوزوا الآن للسؤال الرابع. هنا عندي واحد الجدول، وحولوا الجملة التالية إلى الأمر. نعم، إذن الجملة عندي قالت كلاما طيبا، قالت كلاما طيبا. إذن هنا كنتكلموا على تصريف الفعل المعتل الأجوف. إذن قالت، لأن الحرف ديال العلة كاين في الجوف، قال الألف هو حرف العلة. إذن قالت كلاما طيبا، أنت قولي كلاما طيبا. طيبا، أنت قولي كلاما طيبا. أنتما ماذا؟ أنتما قولا. لاحظ هنا حرف العلة ما اختفاش، هنا باقي في الجوف، إذا في الواو. إذا الواو حرف علة. قولي كلاما طيبا، أنتما قولا كلاما طيبا. نعم، أنتم قولوا كلاما طيبا. طيبا، ولكن بالنسبة لأنتن هنا حرف العلة كيمشي، إذن أنتن قلنا، لا نقول قولنا، نقول قلنا، يعني حرف العلة يختفي. إذن قلنا كلاما طيبا. إذن أنت قولي كلاما طيبا، أنتما قولا كلاما طيبا، أنتم قولوا كلاما طيبا، أنتن قلنا كلاما طيبا. ندوز الآن إلى السؤال الخامس والأخير في مكون الصرف والتحويل، وحولوا الجملة التالية إلى المضارع مع الضمائر. إذن هذه الجملة هذه غنحولها إلى المضارع مع هذه الضمائر، أنتما، أنتم، هن، وهم. إذن هنايا كنتكلموا في هذا السؤال على الفعل المعتل المثال، فعل معتل المثال، لأن حرف العلة كاينين في الأول. نعم، أنتما تضعان الكتاب في مكانه. لاحظ الفعل كيفاش ولا. إذا أنتما تضعان، أنتم تضعون، أنتم تضعون الكتاب في مكانه. هن يضعن، يضعن، هن يضعن، يضعن الكتاب في مكانه. هم يضعون الكتاب في مكانه. إذن أنتما تضعان الكتاب في مكانه، أنتم تضعون الكتاب في مكانه، هن يضعن الكتاب في مكانه، هم يضعون الكتاب في مكانه. إذن وبهذا غادي نكون كملت الفيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فقط مكون الصرف والتحويل. ما بغيش ندير حتى التراكيب، لأنه الفيديو غادي يجي طويل وغادي يجي ممل. غادي نخلي التراكيب إلى فيديو قادم إن شاء الله. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.